من مادة الفيزياء لمادة الرياضيات، وشو قصة أسئلة الامتحانات بالشمال السوري؟ يعني بالعادة بكل امتحان بيحكوا الطلاب أنه ضربونا بالأسئلة، لكن يبدو الأمر أخذ حجم أكبر من التداول بعد مشاركة صحفيين وأساتذة بتوجيه الملاحظات عن نوعية الأسئلة أو مدى صعوبتها. تسجيلات صوتية انتشرت على صفحات السوشيال ميديا للشمال السوري منسوبة لأساتذة عم ينتقدوا صعوبة الأسئلة. خلونا نسمع مع بعض. أتحدى اللي كتب الأسئلة أنه يقدر يحلها كلياتها. أسئلة حلب النظام اللي أنا صلي شدها لعبد الرئيس لا يمكنها تصال ل50% من صعوبة هاي. أسئلة نار فوق ما تصوري، طويلة جدا 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 جدا، يعني أي أستاذ محترف يعني مثلي بده فيها ساعتين فما فوق. محترف ها أنا بقول لك، مع أن أسأل النماذج القديمة أنا بخلصها ب30 دقيقة، ب20 دقيقة بخلص أسئلة كلها حلها كامل. هي اقل شيء الاستاذ المحترف بده فيها ساعتين، معناته الطالب شو قد بده فيها؟ شيء مو طبيعي، عن جد شيء مو طبيعي. جمال ابو الورد هو عالم بالرياضيات واحد المكتشفين لبعض قوانينها، ابدى رايه بالاسئله وكتب منشور طويل على صفحته، بس اخترنا بعض المقتطفات من بوست الاستاذ جمال. كتب وقال: اتوقع هكذا اسئله كان المفترض ان توجه للطلاب اللي بيعيشوا حياه دراسيه طبيعيه وليس طلابنا. كان من المفترض ان يكون هناك تدرج في وضع الاسئله مع مراعاه وضع الطلاب. يجب ان يكون هناك مراعاه بان مستويات الطلاب وقدراتهم ليست كمستوى المدرسين. كمان أساتذة مادة الرياضيات الأستاذ مهند قويدي نشر بوست على حسابه الشخصي وقال فيه: المستوى فوق الوسط والأسئلة متدرجة لمعرفة مستوى جميع طلابنا، والأسئلة من الكتاب المدرسي. كان على بعض المدرسين التركيز على مفهوم الاشتقاق وأن يتم الربط بين الكلام النظري والرسم البياني. كان هناك بعض البرامج مثل جيوجيبرا بين أيديهم لتوصيل مفهوم الاشتقاق. العيب الوحيد هو أن الوقت كان بالكاد أن يكفي لحلها من قبل الطالب دون وجود وقت للتأكد من الإجابة. مشاركة الأساتذة بالجدل والأسئلة مادة الرياضيات خلت عدد من الصحفيين والناشطين بالشمال السوري كمان يشاركوا. الصحفي السوري هاشم العبدالله طالب مديرية التربية بتوضيح ما حصل بمادة الرياضيات اليوم وقبل مادة الفيزياء عبر موجهيها الاختصاصيين وإنهاء الجدل كي لا تضيع الحقوق بحسب تعبيره. الناشط عمير عبد الجواد سخر من كمية الأسئلة بورقة الامتحانات وكتب: ما لهم حق بنوب الأساتذة بالتربية، تاركين فراغ بسفل الورقة على اليسار، كان ممكن يستغلوه بشي سؤال. عليم الله منظر الورقة لحاله بخوف. تعليق من أحد الطلاب المنقطعين عن الدراسة من فترة كبيرة وقال فيه: صار لي تارك الدراسة 13 سنة وهلأ رجعت لمقاعد الدراسة وشهادتي أدبي، اليوم كان عندي مادة رياضيات وأنا برياضيات ستوك، ما بفهم إلا بالطرح والجمع والاسماء والضرب، الله وكيله كتبت معادله، أم المراقب انزهل من الحل، الا شوي بده يخرطني بالاله الحاسبه على راسي. ملخص الكلام: اللي مو دارس مثلي او بالاحرى اللي ما بيعرف ومو فهمان شيء، فشي بديهي الا كل اسئله صعبه. نوعيه الاسئله قالوا المختصين رايهم فيها، ولكن انتم مشاهدينا برايكم لازم تكون الاختبارات صعبه لحتى تطالع الطلبه المتميزين، ولا لازم تتم مراعاه ظرف البلد والطلبه؟